كلامه مطلوب على عيني وراح اقوله طلب الحبايب راح اقوله الحلو من معدنه يا ابو علاء راح تفهم معدنه وقوله زمان الصبا زمان الصبا ولا وراح وراح زمان الدلع واللعبي ولا وراح انا بقيت بعصر الكهولة انا يوم ما جه غنيت وقلت مرحب زماني وبهجة الافراح زمان السبا ولا وراح وراح زمان الدلع واللعبي ولا وراح انا اللي خدمت العويل مدريد هلل 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 عصفور ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه رماها عليا الهوى لاجل لا انا ربيها قلب الحنين جعلت عش يسكن فيه بالصيف يضلل عليه وبالشتا يدفيه وطعمته من حب عيني كل ما يكفيه وزقيته كاس الحنان وزقيته كاس الحنان لما ريشه طول والعافية جريت فيه جرح فؤادي وهجرني ولف على غيري أتاري خسيس ما تمرش خيري فيه. عايز أغاني تاني ولا إيه؟ قول لي بقى، عرفت نفسك كده وأنت شغال كده. خالد عبد العال عبد الله. من محافظة أسيوط. من محافظة أسيوط. شغال في فرن ابن خلدون. شارع النزهة عند ابو كريم حاتم ابو كريم شغال عنده. مزاج مزاج عندي. الله الله، زي حد بياكل جلب وبيأذى الزب مزاجه ايه؟ مزاجه يأذى الزب. انا مزاج الاغاني دي. طبعا طبعا طبعا. ايه السر بقى؟ السر ان انا بنسجم. اما اكون بنسجم كده وحاجه جايني حلوه اشتغل واغني. طبعا طبعا طبعا. ايوه اروح على نفسي. انا راجل راجل كبير لازم اهون على نفسي. عندك كم سنه يا عم؟ 64 سنه. 64 سنه. اشتغل قد ايه في اليوم؟ كم ساعه؟ بشتغل من الساعه 10 ساعات. 10 ساعات في اليوم؟ من الساعه 9 للساعه 9. لا لا مش قائب. هو 10 ساعات هغني؟ لا اله الا الله، ده انا اموت وانا واقف يعني. شويه كده وشويه كده، شويه مزاج وشويه كده. 12 ساعه. لما تلاقي نفسك خبطت تقوم ايه؟ مغني اصحصح نفسي بقى. اشرب حاجه معسل. واشرب حاجه معسل. ايوه. خد بالك البدري اهولاح البدري يا هلاح قوموا يا تجار النوم عدد تناموا الليل ولا عيني لامرأة نوم لا بصر ارتاح ولا بنعس يجيني نوم ولا اكل باكل ولا ليا جلد للصوم نام يا خلي البال وتهنى واشبع نوم لك قلبي مرتاح ما عليهش عتب ولا لوم عاشق يقول للحمام اديني جناحك يوم تربه في الجو وانظر للي احبه يوم نزلت بحر صبابة ما بحسب النعوم غرقت وعشقت قالهم تستاهل يا قليل العوم عشق الرجال غندرة في اليوم وبعد اليوم
ايوه يا ريس دناري. قول ما انت واقف كل يوم. الله، بنسجم مع نفسي في ايه؟ انت تمنعون علي الاغاني كمان ولا ايه؟ طب امال ايه؟ بتغني بقى ايه الواحد اللي بتغني؟ تاني بتغني شعبي وبتغني ايه تاني؟ لا هو شعبي بس، لعبد الاسكندراني والحسن الاسمر. غني ايه الحسن الاسمر؟ بتاع باب الشعريه، اغنيها؟ غنيها. ماشي. يا بتاع باب الشعريه انا دايب دوب في هواك وبحبك قوي يا عينيا وبتوه ساعه ملقاه. يا بتاع باب الشعريه انا دايب دوب في هواك مستني يا حلو تعدي وليه ما تجيش، وان جيت عمرك ما تهدي ولا تمشي كمان بشويه. مستني يا حلو تعدي وليه ما تجيش، وان جيت عمرك ما تهدي ولا تمشي كمان بشويه. مش عايز تسال فيا ولا يوم تيجي لعنيا، مش عايز تسال فيا ولا يوم تيجي لعنيا ولا تمشي كمان بشويش. يا بتاع باب الشعريه انا دايب دوب في هواك. ايوه. اتفضل. تفضل كده ال10 ساعات واقف على رجليك كل ما تتعب كل ما تتعب بقى، عشان احنا ايه؟ المعلم ده يبقى ايه؟ يعتبر حبيبنا يعني. يبقى هو ايه؟ ها؟ لا متعبة ايه؟ انا مؤلف على شغلتي. متعبة بالكده. بتعمل ايه؟ متعبه بالكذب، بدي شغلتي. شغلتك؟ ايوه، اكل عيشي. متعبه من ايه؟ طب ما لو متعبه اقعد في البيت احسن لي. يعني انت مش هذا بالنسبه لي لشغل، يعني ده اكل عيشي. ما انا هقول لك اضحك عليك، ده اكل عيشي. اه والله شغلتي. النار ما بتتعبكش في الصيف؟ ها؟ انت شايف ايه دلوقتي؟ انت شايف ايه؟ انا شايف انك انت متساجم مع طيب. عليك نور، انا احب شغل النار ده. اه والله. حتى من غير الاغاني تعرف. اه والله العظيم. اه والله اكمل من اي حاجه والله. بقالك كام سنه يا عم؟ الحمد لله بقالي 52 سنه شغال في الشغله دي. 52؟ اه والله. 52 سنه؟ اه والله العظيم. انت عندك 16 سنه. ها؟ اه والله العظيم. اه والله. شغال فيها، بس شغال هنا ليا بتاع 10 سنين 11 سنة. 10 سنين 11 سنة. ايوه. لكن انا كنت. الناس اللي في المكان بتعاملك ازاي؟ اللي في المكان؟ ده كلهم دول عيالي. كل ده عيالي، والمعلم ده حبيبي وصاحبي. المعلم صاحب الفرن ده. الله يخليك يا معلم. ده المعلم ده صاحبي من زمان وحبيبي. بس انا زي ما تقول ايه زعلت معاه شويه ايام، فرحت ماشي من هنا. فلما انت جيتني عند فرن اه بعت له التروسيكل، اعتني على قفايا بالتروسيكل. اه والله التروسيكل بعته له ب 4000 جنيه وهو ثمنه كوم، بس قلت يلا. لا ما كانش عايز يبيعه. انا اللي بعته. انا بتاع انا. انت اللي كنت تقول له. اه والله ما كانش عايز يشتري مني، بس بقى قال لي ايه. ايوه والله يا عتان على عيني يا عم والله. ها؟ الله يخليك. قول لهم يشكروا والله، وحبايبي وكلهم حبايبي. الناس كلها حبايبي والله، بس اهم شيء بقى مش عايزك تقول انا اللي عايزه. مش عاوز. ما انا قلت له يا عم والله. اه والله انا شغال في المخبز ده، ويمكن الراجل ده يتفني مثلا، يتفني ان شاء الله. ماشي ماشي. ها؟ لا مقيم في القاهرة. أيوة في الحي الأسمرات. لا أنا قاعد في حي الأسمرات.
في المقطم. قاعد هناك، انا واخد شقه هناك وقاعد. اهلك بعيلتك؟ بعيالي، بعيالي بس، لكن اهلي كلهم في اسيوط. وعيلتك يا عم؟ اه عيلتي كلها في اسيوط. عيالك شغالين نفس المجال؟ اه لا لا، شغال اللي شغال سواق، واللي شغال في سايبر، واللي شغال في فرن برضه زيي كده، بس شغال في البلد مش هنا. محدش قال لك تقعد ورايحك يابا خاطر عمرك؟ لا لا، ما كل واحد بقى بيقول لك يلا مصلحتي بقى، وكل واحد متلهي بحاله. عيالك؟ ايوه عيالي ماشي، بس ملتهين في حالهم، اعمل لهم ايه؟ ربنا يساعدهم، ربنا يساعدهم ويديهم الصحة والله. اه والله انا عايزهم يبقوا حلوين والله العظيم. محبة ما عليه يبقوا حلوين، الله يسهل لهم. ايوه ايوه. أغني لك أنا أغنية تاني؟ تاني برضك هتزنوني تاني؟ ماشي ماشي ماشي. ماشي أنا هنقولها وخلاص، أنا هقولها زي ما أقولها بقى. أيوة يا معلم. أه والله أهو شايان. الله يهون عليك. شايان معايا أهو. ابنك دي جايان معايا اهو. بقالك اكتر من نص قرن شغال يا راجل يا طيب. قلنا بقى احتمالك في ايه؟ ها؟ كتاب حياتي يا عين، ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. كتاب حياتي عين، ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب، عذاب عذاب. كتاب حزين كله ماسي لاجل الزمان غدر قاسي، كتاب حزين كله ماسي لاجل الزمان غدر قاسي. بس بقى خلاص تعبت تعبت. مش حافظ يا عم خالد؟ حافظ والله. اقول لك اغاني غير دي؟ ايه يا معلم؟ الله 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 كده يا معلم؟ يا معلم لا لا، انت شوه صورتي كده. معلم ايه؟ اتشوه اتشوه. نعم. لا لا كفايه كده بقى والله العظيم. حاضر حاضر حاضر، عناية للناس. المغرب بتدن؟ طيب المغرب بتدن؟ حاضر المغرب بتدن. قول للناس ان المغرب بتدن واسمعهم احلى اغنية. الله يكرمك يا بيه. يا لا، هو عمرو دياب؟ عمرو دياب ده ما بيغنيش حاجة خالص. لأن أم كلثوم ماشي، أم كلثوم ماشي 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 ماشي. أم كلثوم عينيا يا سلام. ماشي ولا دختي ولا دختي دول. بص لما يمشي يديهم شتيمة حلوة قوي. حاضر. ومن الشوق رسول بيننا، ونذير قدم الكأس لنا،
ومن الشوق رسول بيننا ونذير قدم الكأس لنا هل رأى الحب سكارا سكارا مثلنا كم بنينا من خيال حولنا هل رأى الحب سكارا سكارا مثلنا كم بنينا من خيال حولنا ومشاين في طريق مزمن ترس الفرحة وجهنا وضحكنا ضحكة طفلين فعدونا فسبقنا ذلنا ومن الشوق رسول بيننا ونذير قدم الكأس لنا ومن الشوق رسول بيننا ونذير قدم الكأس لنا هل رأى الحب سكارا سكارا مثلنا كم بنينا من خيال حولنا هل رأى الحب سكارا مثلنا كم بنينا من خيال حولنا ومشاين في طريق مزمر ترس الفرحة وجهنا وضحكنا ضحكة طفلين فعدونا فسبقنا ذلنا اي خدمات تاني اقول لهم انتوا حبايبي وانا حبايبكم وانا في الشقه طول عمري وانا زمايلي مين طب حبايبي وزمايلي اقول للناس زمايلي اللي هنا يعني اتحيهم يعني حبايبي رجب حبيبي ابن اختي ومصطفى حبيبي برضه وعبد الله حبيبي وشرقاوي والناس كلهم ها ما انا بقول اهو انا نسيت وابو اميره ابو اميره اقعد في البيت يا ابو اميره انا مش عايزك تيجي تاني اقعد في البيت يا ابو اميره على الهوا ايوه على الهوا ابو اميره جامعه